شو اسعار البلح السنه دي عامله ايه؟ اسعار البلح السنه دي الاسعار كويسه، ويعني هي بتزيد حاجات بسيطه بس عن السنه اللي فاتت. البلح الشعبي السنه اللي فاتت كان ب 3 جنيه، السنه دي ب 4 جنيه، والاسعار كويسه يعني في متناول الجميع. والانواع طبعا زي ما حضرتك شايف كده، انواع البلح كتير، في بلح سردودي، في بلح برطموده، في بلح عينات، في بلح شاميه، واسامي وهميه بقى للبلح. زي ايه الاسامي الوهميه؟ يعني زي صفيناط، وهيفاء، برديس، يعني اسامي كده مختلفه. طبعا ده بلح شعبي يعني عشان يتباع، ولا بيسموه كده ليه يعني؟ لا هي يعني هو زي كل سنه يعني اللي دوم مشهورين من النجوم بيتسموا باسامي البلح عشان يلفتوا الانظار بس. تمام. لكن هي دي اسامي البلح طبعا. يعني في سنه كانوا مسميين ليلى علوي، كانت ليلى علوي نجمه الموسم، فبرضه عندنا في البلح بتبقى نجمه الموسم. والبلح السنه دي كويس، والاسعار كويسه، والسوق زي ما انت شايف كده الناس كلها بتشتري، والحمد لله يعني كل سنه وانتم طيبين. انت في بلح كتير، بلح ثلاثه، بلح اربعه، بلح خمسه، يعني كل حاجه برضه على قد شغل. الناس بتلعب فلوس، ممكن تاخد بلعب 20 25، والناس التعبانه ممكن تاخد بلعب مثلا ب 4 جنيه 3 جنيه وفي نفس الوقت تقول لي بلع. ادي كل عملية. تمام. وانا حضرتك اسعار البلح السنه دي ايه؟ اسعار طبعا عاليه جدا بالنسبه للسنه اللي فاتت. لا عاليه عاليه السنه طبعا، السنه اللي فاتت اعلى من السنه اللي فاتت؟ اه اكيد طبعا. طب والمكسرات؟ يعني هل يقل ان كيلو الكيلو البندق يوصل 150 120 140 جنيه؟ هقول لحضرتك ايه يعني؟ ايه يا باشا؟ طب البديل يعني مثلا حضرتك مثلا بتستعمل بمكسرات مثلا في القطايف وكده، البديل بقى البديل بقى ايه بقى مثلا؟ سوداني. تمام. بتاعنا بتاع ناس الغلابه. بكام السوداني؟ سعره حلو يعني؟ يعني انا ما اعرفش، بس ما افتكرش انه هيعدي ال 20 جنيه يعني، لو 20 جنيه هيبقى حلو برضه شويه. اسمها ايه البلحه دي؟ كونديه اللي عامله 3 جنيه ونص. 3 جنيه ونص؟ اه تمام. ودي سكوت اعلى نوع في بلح عامله 9 جنيه ونص، سكوت البلحه دي. وفي بلح جميل بين 3 ونص لغايه 5 جنيه 6 جنيه، انضف بلح. طب واسعار البلح السنه دي طيب عامله ايه؟ اسعار البلح 100 100، بس بالنسبه لمغالي البلح بتاعت القطاعي. يعني الموضوع بتاع القطاعي اللي هم بتاع العطارات والحاجات دي وسوبر ماركت، هم بياخدوا البلح ب 6 جنيه ب 7 جنيه، اما يبيعوه ب 22 و 23، هذا اللي مغالي السله في البلد. بياخدوا بغلال نفس المشوار برضه، كل اللوبيا ب 6 جنيه ممكن يبيعوا ب 14 جنيه قطاعه، بياخدوا نص بالنص، هذا كل المشوار. طب اسعار مش يعني زي السنه اللي فاتت؟ زي السنه اللي فاتت مباشره. اللفه عامله 3 جنيه و 4 جنيه، قمر الدين والهميش والحاجات دي. من بس الناس اللي بتشتري بتشتكي من الاسعار اغلى. الناس بتشتري البتاعة اللي احنا بتاع الجمله هنا، بتاعة القطاع هم اللي بياخدوا النص بالنص. تمام. هم اللي مغلين الحقيقه بتاعة القطاع. تمام. يعني اللي عاوز بلح ينزل العبور، هو سوق العبور هو اساس البلح اللي هو القاهره، واللي عايز ينزل سوق الجيزه الوراق جمله برضه هو البلح فيه مرتاح، اللي عايز بقى هو هي الاسواق الجمله الاساسيه دي اللي عايز ياخد فيها بلح. لو الزبون عاوز مثلا ياخد بلح يروح العبور، سوق البلح في العبور هو الاساس، البلح من 4 جنيه ب 5 جنيه يروح ينزلها ويجيبها هو من اي حاجه من طلع القطاع ب 20 ب 15، يروح العبور يلقاها ب 6 جنيه 7 جنيه انضف بلح كمور. بكام؟ عامله 4 ونص. دي بسعر الجمله بتاعها، احنا بنبيع جمله. يعني في القطاع بره 6 جنيه 5 جنيه. بياخدوها هم بياخدوها دي بضعها ب 12 ب 13 جنيه بره، ادي اللي مغلي البلح. البلح ما غليش ولا حاجه. دي شاميه بره. بكام؟ دي عامله 5 جنيه. دي بره ما يبقى بتاعت القطاع ب 8 جنيه 9 جنيه. بلح قرن الغزال. بكام؟ ها؟ عاملة 6 جنيه. دي بلحة جنديلة ب 10 جنيه. دي بلحة برطمودة ب 13 جنيه. دي بلحة وردي ب 11 جنيه. دي بلحة شامية ب 9 جنيه. بلحة بندقة ب 5 جنيه. دي بلحة سكوتي من أحسن أنواع البلح ب 15 جنيه.